بنقدم الحلم، بنقدم أحلامنا، طموحاتنا وأيضاً ألمنا. زي ما ذكرت في أول حلقة في الجزء الثالث والأخير من البرنامج، هناخدكم من خلال كاميرا برنامج هو ده، هنروح لأحلى مكان، أحسن مكان في العالم كله اللي ربنا خصه وتجلى فيه، اللي كلم فيه سيدنا موسى، ده في أرض مصر. ده معناه أن هذه الأرض هي غالية، وأيضاً اللي بيسكن فيها لازم يكون مقدر قيمتها وعارف يعني ايه الرجولة والشرف والأمانة، عارف يعني ايه الارتباط بالأرض، يعني ايه الشرف، يعني ايه احترام أبنائنا وأبناء غيرنا، أشياء كثيرة. هذه الفقرة بنقدمها مع فقرتنا اللي بنخصصها في كل حلقة مع صندوق مكافحة الإدمان مع وزارة الداخلية لمكافحة الإدمان أو علاج الإدمان. بنقدم فيها مآسي الإدمان. هذه الصورة حدثت منذ عدة أيام في منطقة شبرا الخيمة. الطفلة عمرها 12 سنة. اسمها هو عنوان هذه الفقرة، عنوان هذه الحملة، عنوان حلقتنا النهاردة. الطفلة اسمها رحمة. ما لقيتش الرحمة من هؤلاء المجرمين اللي خدوا مخدر ستروكس وليس مبرر دوت. واحد منهم بيقول أنا شفتها زي العروسة في ليلة الزفاف. واختالوا براءة الطفل لمدة 3 ساعات. وهي 11 سنة مش مستحملة كل ده، وتوفت في ايديهم. تم القبض عليهم واعترفوا بالجريمة، وبيفتح باب اللي احنا كل ساعة وكل يوم بنشوف في كل محافظة. لو احنا 100 مليون بس كل منطقة في واحد خطف طفل موته ولا اغتصبه ولا باعه ولا كذا، باب هيوسع وهيكتر، الاعداد تزيد. نسب طبيعية بس بتزيد مع المخدرات. عشان كده في إجراءات، منها الحزم في تطبيق القانون وسرعته، إنك قبضت عليهم، اعترفوا، الأدلة كاملة، محاكمة عاجلة والإعدام ليهم. ممكن كنت أروح بالكاميرا ونقعد نعيط مع والد رحمة ووالدتها. كل واحد فيكم هو أبو رحمة، وكل ست بتشوفني هي أم رحمة. كل مسؤول في الدولة، في وزارة العدل، في القضاء، في النيابة، في الشرطة، هذه القضية يتم الإسراع في تقديم ورقهم، وكل القضاء المثلى في كل محافظات مصر. رحمة سابت العالم بلا رحمة، بتقول لكم تم اغتيالي بسبب مخدرات، بسبب ناس ما عندهمش عقل ولا دين ولا تربية. بس اللي بعدي، كل طفل يمشي في أمان. احنا في بلد الأمن والأمان. مصر دي بلد كبيرة قوي، بلد رجالة. دول مش ولاد مصر، دول مش بني آدمين. نشوف صورة رحمة وهجيب لكم اللي حصل زيها في أمريكا إيه، القاضي أو القضية قالت إيه، وهذه الكلمات ناخدها هي نص محاكمة قتلة الزهرة اللي اسمها رحمة. نشوف صور القتلة المجرمين، أهليهم يتبروا منهم، وكل واحد بتسوي ليه نفسه إنه يعمل دماغ ويشوف أي حد يخطفه يغتصبه. لا، بنقدم هذه الصورة العزاء للأم والأب. كان بودي أكلمهم ولكن ما عنديش مشاعر أقدر أكلمهم بيها. اللي فيهم مكفيهم، بتكلم بنيابة عنهم. كل أب كل أم، شوفوا صورة رحمة دلوقتي. واللي ما عندهمش رحمة، القتلة، الإعدام لقتلة رحمة. ده عنوان حلقتنا. ثواني مع هذه الصورة السريعة، مش عايز أطول عليكم فيها. هو ده. دي البراءة اللي اغتيلت. دي صورة موجودة. أنا عاوز صور المتهمين وهم بيمثلوا الجريمة. احنا نطالب بإعدام المغتصبين. ده المكان اللي اغتصبوا فيه الطفلة لمدة 3 ساعات. 3 ساعات ما عندهمش رحمة. الاتنين دول واخد ستروكس، واخد مخدر، ازاي ما عندكش أهل، ما عندكش أم، ما عندكش أخت، ما عندكش بنت؟ نقدم هذه الصورة للمسؤولين في مصر. رحمة هي كل طفلة، كل طفل تم اغتيال البراءة. مش هنسيبكم. وفي كل فقرة النهاردة أفكركم.
الإعدام السريع ده شرق ربنا، ده الحكم اللي مكتوب في الدستور في القانون لازم يتطبق في أسرع وقت. لو بإيدي كنا نقول إعدام في مكان عام أو يتصور ويطلع على الهواء عشان كل واحد عنده ابن يطمن، كل واحد عقله ناقص يعالج نفسه. لأهل رحمة قلبنا معاكم، للمجرمين أشوفهم تاني، شوفوا صورتهم، شوفوا صورة المتهمين، ده اعترف، واللي بيقول لك أنا شفتها زي العروسة، عروسة مين؟ دول قتلة، دول الإعدام في أسرع وقت. أقل حاجة نقدمها للمجتمع، قلبي معاك يا بنتي، قلبي مع هذه الطفلة. هذا